اللهم اوصل ثواب ما قرأناه من كلامك العزيز ومن سورة ياسين هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وتحفة كاملة مقبولة منا إلى حضرة روح سيدنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وملائكة الله المقربين ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وحمدة العباس وباقية العشرة المبشرة والصحابة البدريين والأحديين وسائر الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عنهم أجمعين وإلى أرواح أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناته وذرياته وأهل بيته أجمعين وإلى أرواح التابعين وتبع التابعين والأئمة المجتهدين وإلى أرواح كل ولي وولية الله تعالى أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى روح سيدنا وشيخنا الغوث الصمداني والقطب رباني سلطان الأولياء الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز ولذرياته كافة وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وسائر أقربائنا وإخواننا وأخواتنا في الله وإلى أرواح جميع المسلمين عامة اللهم انفعنا بعلومهم وأفض علينا من بركاتهم اللهم انفعنا بعلومهم وأفض علينا من بركاتهم اللهم انفعنا بعلومهم وافض علينا من بركاتهم اللهم ارفع درجاتهم في اعلى عليين اللهم ارفع درجاتهم في اعلى عليين اللهم انا نسالك بجاههم ان تغفر ذنوبنا وتعصمنا فيما بقي من اعمالنا وتستر عيوبنا وتكشف كروبنا وتقضي حاجاتنا وتشفي امراضنا وتزيل عنا ديوننا وهمومنا وتهب لنا من لدنك ذريه طيبه وتزيدنا علما وترزقنا فهما وتفهيما اللهم شفعهم فينا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك بسيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وابن عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا أبي بكر الصديق بن أبي قحافة المهاجري رضي الله عنه وبسيدنا عمر بن الخطاب المهاجري رضي الله عنه وبسيدنا عثمان بن عفان المهاجري رضي الله عنه وبسيدنا علي بن أبي طالب المهاجري رضي الله عنه وبسيدنا زيد بن حارثة المهاجري رضي الله عنه وبسيدنا أنس مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجري رضي الله عنه وبسيدنا أبي كبشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجري رضي الله عنه وبسيدنا سائب بن مظعون المهاجري رضي الله عنه وبسيدنا سائب بن عثمان المهاجري رضي الله عنه وبسيدنا أبي مرثد بن حصير المهاجري رضي الله عنه وبسيدنا مرثد بن كناد أبي مرثد المهاجري رضي الله عنه وبسيدنا عبيدة بن الحارث الشهيد المهاجري رضي الله عنه وبسيدنا طفيل بن الحارث المهاجري رضي الله عنه وبسيدنا سبرة بن فاتك المهاجري رضي الله عنه وبسيدنا حسين بن الحارث المهاجري رضي الله عنه وبسيدنا مستح بن أثاثة المهاجري رضي الله عنه وبسيدنا أبي حذيفة بن عتبة المهاجري رضي الله عنه وبسيدنا سالم مولى أبي حذيفة المهاجري رضي الله عنه وبسيدنا أبي سلمة بن عبد الأسد المهاجري رضي الله عنه وبسيدنا أبي سلمة بن أبي سنان المهاجري رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله بن جحشيم
يحشي المهاجري رضي الله عنه, وبسيدنا عكاشة بن محسن المهاجر رضي الله عنه, وبسيدنا شجاع بن وهب المهاجر رضي الله عنه, وبسيدنا عقبة بن وهب المهاجر رضي الله عنه, وبسيدنا خنيس بن حذافة المهاجر رضي الله عنه, وبسيدنا خريم بن فاتك المهاجر رضي الله عنه, وبسيدنا يزيد بن رقيش المهاجر رضي الله عنه, وبسيدنا سنان بن محسن المهاجر رضي الله عنه, وبسيدنا سنان بن سنان المهاجر رضي الله عنه, وبسيدنا محرز بن نضرة المهاجر رضي الله عنه, وبسيدنا ربيعة بن أكتم المهاجر رضي الله عنه, وبسيدنا سقف بن عمرو المهاجر رضي الله عنه, وبسيدنا مالك بن عمرو المهاجر رضي الله عنه, وبسيدنا مدلاج بن عمرو المهاجر رضي الله عنه, وبسيدنا أبي مخشي بن مخشي المهاجر رضي الله عنه, وبسيدنا عتبة بن غزوان المهاجر رضي الله عنه, وبسيدنا خباب وبسيدنا خباب مولى عتبة بن غزوان المهاجري رضي الله عنه, وبسيدنا عمران بن حصين المهاجري رضي الله عنه, وبسيدنا الزبير بن العوام المهاجري رضي الله عنه, وبسيدنا حاتم بن ابي بلدعة المهاجري رضي الله عنه, وبسيدنا عياض بن زهير المهاجري رضي الله عنه, وبسيدنا سعد مولى حاتم المهاجري رضي الله عنه, وبسيدنا مصعب بن عمير المهاجري رضي الله عنه, وبسيدنا سويد بن سعد المهاجري رضي الله عنه, وبسيدنا عبد الرحمن بن عوف المهاجر رضي الله عنه, وبسيدنا سعد بن ابي وقاص المهاجر رضي الله عنه, وبسيدنا عمير بن ابي وقاص الشهيد المهاجر رضي الله عنه, وبسيدنا مقداد بن عمرو المهاجر رضي الله عنه, وبسيدنا عبد الله بن مسعود المهاجر رضي الله عنه, وبسيدنا مسعود بن ربيعة المهاجر رضي الله عنه, وبسيدنا ذي الشمالين بن عبد عمرو الشهيد المهاجر رضي الله عنه, وبسيدنا خباب بن الأرد المهاجر رضي الله عنه, وبسيدنا بلال بن رباح المهاجر رضي الله عنه, وبسيدنا حمزة بن عبد المطلب المهاجر رضي الله عنه, وبسيدنا عامر بن فهيرة المهاجر رضي الله عنه, وبسيدنا صهيب بن سنان المهاجر رضي الله عنه, وبسيدنا أخنس بن حبيب المهاجر رضي الله عنه, وبسيدنا طلحة بن عبيد الله المهاجر رضي الله عنه, وبسيدنا شماس بن عثمان المهاجر رضي الله عنه, وبسيدنا أرقب بن أبي الأرقم المهاجر رضي الله عنه. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات, عليهم رضاء والعطايا ورحمة ونعم وآلاء من الحق تسرع. اللهم إنا نسألك بسيدنا عمار بن ياسر المهاجري رضي الله عنه, وبسيدنا معتب بن عوف المهاجري رضي الله عنه, وبسيدنا زيد بن الخطاب المهاجري رضي الله عنه, وبسيدنا مهدي مولى عمر بن الخطاب المهاجري رضي الله عنه, وبسيدنا مهدي بن السارع الشهيد المهاجري رضي الله عنه, وبسيدنا عمرو بن سراقة المهاجري رضي الله عنه, وبسيدنا عبد الله بن سراقة المهاجري رضي الله عنه, وبسيدنا واقد بن عبد الله المهاجري رضي الله عنه, وبسيدنا خولي بن ابي خولي المهاجري رضي الله عنه, وبسيدنا مالك بن ابي خولي المهاجري رضي الله عنه, وبسيدنا يزيد بن الاقرس المهاجري رضي الله عنه, وبسيدنا صبيح مولى ابي العاص المهاجري رضي الله عنه, وبسيدنا عامر بن ربيعة المهاجري رضي الله عنه, وبسيدنا عامر بن البكير المهاجري رضي الله عنه, وبسيدنا معب بن يزيد المهاجري رضي الله عنه, وبسيدنا عاقل بن بكير الشهيد المهاجري رضي الله عنه, وبسيدنا خالد بن البكير المهاجري رضي الله عنه, وبسيدنا إياس بن البكير المهاجري رضي الله عنه, وبسيدنا سعيد بن زيد المهاجري رضي الله عنه, وبسيدنا عثمان بن مضعون المهاجري رضي الله عنه, وبسيدنا قدامة بن مضعون المهاجر رضي الله عنه, وبسيدنا عبد الله بن مضعون المهاجر رضي الله عنه, وبسيدنا معمر بن الحارث المهاجر رضي الله عنه, وبسيدنا طليب بن عمر بن المهاجر رضي الله عنه, وبسيدنا أبي سبرة بن أبي رعم المهاجر رضي الله عنه, وبسيدنا عبد الله بن مكرمة المهاجر رضي الله عنه, وبسيدنا عبد الله بن سهيل المهاجر رضي الله عنه, وبسيدنا عمير بن عوف المهاجر رضي الله عنه, وبسيدنا وهب بن سعد المهاجر رضي الله عنه,
عليهم ثناء والأناء وعزة ونور وأضواء تضيء وتلمع صلاة وتسليم ما أزكى تحياتي على المصطفى المقتدى خير البريات. اللهم إنا نسألك بسيدنا مسعود بن عبد سعد الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا أبي عبد بن الدبر الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا أبي بردة بن الريار نيار الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا ظهير بن رافع الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا عاصم بن عدي الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا حارث بن قيس الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا حارث بن عتيق الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا عاصم بن ثابت الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا معتب بن قشير الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا أبي مليل بن أزار الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا عمرو بن معبد الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا سهل بن حنيف الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا مبشر بن عبد المنذر الشهيد الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة بن عبد المنذر الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا خداش بن قدادة الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا سعد بن عبيد الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا عويب بن سعيدة الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا رافع بن خنجدة الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا زياد بن السكن الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا عبيد بن أبي عبيد الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا شريك بن أنس الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة بن حاتم الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا أبي لبابة بن عبد المنذر الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا منذر بن رافع الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا مرارة بن الربيع الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا مغيث بن عبيد الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا حارث بن حاتم الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا أنيس بن قتادة الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا معن بن عدي الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا ثابت بن أقرب الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله بن سلمة الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا زيد بن أسلم الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا ربعي بن رافع الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا أبي حنة بن مالك الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا يزيد بن سكن الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا عدي بن أبي الزهباء الجد الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله بن زبير الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا عاصم بن قيس الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا أبي ضياح بن ثابت الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبة بن ثابت الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا سالم بن عمير الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا حارث بن نعمان الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا خوات بن جبير الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا منذر بن محمد الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا أبي عقيل بن عبد الله ثعلبة الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا سعد بن خيثمة الشهيد الأوسي رضي الله عنه
وبسيدنا منذر بن قدامة الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا حارث بن خزمة الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا مالك بن قدامة الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا حارث بن أوس بن معاذ الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا حارث بن عرفة الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا تميم المولى بن غنم بن سلم الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا جبر بن عتيق الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا مالك بن نميرة الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا حارث بن أبي خزمة الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا نعمان بن عسل الأوسي رضي الله عنه وبسيدنا خالد بن زيد الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا سعد بن الربيع الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله بن رواحة الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا خلاد بن سويد الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا بشير بن سعد الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا بحاث بن ثعلبة الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا أبي بن معاذ الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا براء بن معرور الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا نعمان بن العرج الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا عمرو بن الحارث الخزرجي رضي الله عنه عليهم سرور والفخر وتحفة وجود وإحسان تزيد وترفع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المقتدر خير البريات. اللهم إنا نسألك بسيدنا سماك بن سعد الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا سبعي بن قيس الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا عباد بن قيس بن عامر الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا نعيمان بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله بن عبس الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا يزيد بن الحارث الشهيد الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا هبيل بن ببرة الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا زيد بن الحارث الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا خبيب بن إصاف الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا هلال بن أمية الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله بن زيد بن عاصم الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله بن زيد بن ثعلبة الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا حريث بن زيد الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا هلال بن المعان الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا سفيان بن بشير الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا سهل بن رافع الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا سعد بن عبادة الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا سائب بن خلاد الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا يزيد بن خدام الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا تميم بن يعار الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله بن عمير الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا زيد بن المزين الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله بن عرفة الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله بن رفيع الربيع الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الله الجد الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا أوس بن خولي الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا زيد بن مديعة الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا عقبة بن وهب الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا عامر بن سلمة الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا معبد بن عباد الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا أبي سلمة بن قيس الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا أبي قتادة بن ربيعي الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا أبي داود بن عامر الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا العجلان بن النعمان الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا عتبان بن مالك الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا عنترة مولى سليم بن عمر الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا عامر بن بكير المهاجر رضي الله عنه وبسيدنا نوفل بن عبد الله الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وبسيدنا عبادة بن الصامت الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا أوس بن الصامت الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا نعمان بن مالك الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا ثابت بن هزار الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا مالك بن دخشم الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا ربيع بن إياس الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا بدقة بن إياس الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا غنار بن أوس الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا عمرو بن إياس الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا قيس بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا كعب بن مالك الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا لبدة بن قيس الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا معاذ بن سمة الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا مجدد بن زياد الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا عباد بن خشخاش الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا نحاب بن ثعلبة الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله بن ثعلبة الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا عقبة بن ربيعة الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا أبي دجانة بن سماك الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا منذر بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه
بسيدنا عمرو بن عوف الخدري رضي الله عنه بسيدنا مالك بن مسعود الخدري رضي الله عنه بسيدنا عبد ربه ابن حق الخدري رضي الله عنه بسيدنا كعب بن جماد الخدري رضي الله عنه بسيدنا ابي حسن بن عمرو الخدري رضي الله عنه بسيدنا عمرو بن عمرو الخدري رضي الله عنه بسيدنا عمرو بن بشر الخدري رضي الله عنه بسيدنا زياد بن بشر الخدري رضي الله عنه بسيدنا بسبسة بن عمرو الخدري رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله بن عامر الخدري رضي الله عنه وبسيدنا خراش بن سمد الخدري رضي الله عنه وبسيدنا حباب المنذر الخدري رضي الله عنه وبسيدنا عمير بن الحمام الشهيد الخدري رضي الله عنه وبسيدنا تميم المولى خراش الخدري رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله بن عمرو الخدري رضي الله عنه عليهم ضياء الله والرتبات العلا ومنات رب ثم ما عنوه أوسع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار بخير البريات عليهم تحيات وفوز ومنات وفضل وإكرام تحف وتسطع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار بخير البريات اللهم إنا نسألك بسيدنا أبي مسعود بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه بسيدنا معاذ بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه بسيدنا خلاد بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه وبسيدنا عقبة بن عامر الخدري رضي الله عنه وبسيدنا حبيب بن أسود الخدري رضي الله عنه وبسيدنا ثابت بن ثعلبة الخدري رضي الله عنه وبسيدنا عمير بن الحارث الخدري رضي الله عنه وبسيدنا بشر بن البراء الخدري رضي الله عنه وبسيدنا طفيل بن مالك الخدري رضي الله عنه وبسيدنا طفيل بن نعمان الخدري رضي الله عنه وبسيدنا سنان بن سيفي الخدري رضي الله عنه وبسيدنا عقبة بن عبد الله الخدري رضي الله عنه وبسيدنا جبار بن الصخر الخدري رضي الله عنه وبسيدنا خالد بن الحمير الخدري رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله بن الحمير الخدري رضي الله عنه وبسيدنا يزيد بن المنذر الخدري رضي الله عنه وبسيدنا معقب بن المنذر الخدري رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله بن نعمان الخدري رضي الله عنه وبسيدنا ضحاك بن حارثة الخدري رضي الله عنه وبسيدنا معاذ بن عمرو الخدري رضي الله عنه وبسيدنا سماد بن رزين الخدري رضي الله عنه وبسيدنا معبد بن قيس الخدري رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله بن قيس بن سيفي الخدري رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله بن عبد مناف الخدري رضي الله عنه وبسيدنا جابر بن عبد الله بن عمرو الخدري رضي الله عنه وبسيدنا خليد بن قيس الخدري رضي الله عنه وبسيدنا نعمان بن سنان الخدري رضي الله عنه وبسيدنا ابي المنذر بن عامر الخدري رضي الله عنه وبسيدنا سليم بن عمرو الخدري رضي الله عنه وبسيدنا قطبة بن عامر الخدري رضي الله عنه وبسيدنا عنترة بن ذكوان الخدري رضي الله عنه وبسيدنا عبس بن عامر الخدري رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة بن غنمة الخدري رضي الله عنه وبسيدنا أبي اليسر بن عمرو الخدري رضي الله عنه وبسيدنا عبيد بن أبي عبيد الخدري رضي الله عنه وبسيدنا سهل بن قيس الخدري رضي الله عنه وبسيدنا عمرو بن الطلق الخدري رضي الله عنه وبسيدنا معاذ بن جبل الخدري رضي الله عنه وبسيدنا حارث بن قيس الخدري رضي الله عنه وبسيدنا جبير بن إياس الخدري رضي الله عنه وبسيدنا سعد بن عثمان الخدري رضي الله عنه وبسيدنا عقبة بن عثمان الخدري رضي الله عنه وبسيدنا ذكوان بن عبد القيس الخدري رضي الله عنه وبسيدنا مسعود بن خلدة الخدري رضي الله عنه وبسيدنا قيس بن محسن الخدري رضي الله عنه وبسيدنا عباد بن قيس بن عامر الخدري رضي الله عنه وبسيدنا عمرو بن قيس الخدري رضي الله عنه وبسيدنا عمرو بن الجموح الخدري رضي الله عنه وبسيدنا عامر بن سعد الخدري رضي الله عنه وبسيدنا عاصم بن البكير الخدري رضي الله عنه وبسيدنا اسعد بن يزيد الخدري رضي الله عنه وبسيدنا فاكهه بن بشير الخدري رضي الله عنه وبسيدنا معاذ بن ماعس الخدري رضي الله عنه وبسيدنا عائل بن ماعس الخدري رضي الله عنه وبسيدنا مسعود بن سعد الخدري رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة بن رافع الخدري رضي الله عنه وبسيدنا عبيد بن زيد الخدري رضي الله عنه وبسيدنا زياد بن لبيد الخدري رضي الله عنه وبسيدنا فروة بن عمرو الخدري رضي الله عنه وبسيدنا خالد بن قيس الخدري رضي الله عنه وبسيدنا رحيلة بن ثعلبة الخدري رضي الله عنه وبسيدنا عطية بن نويرة الخدري رضي الله عنه وبسيدنا خليفة بن عدي الخدري رضي الله عنه وبسيدنا رافع
ஜைபரில் முஹல்ல ஷஹீதில் ஹஜ்ரதி ரலியல்லாஹு அன்ஹு உபி சைதுனா அபி அய்யூப் இப்னு ஜைதில் ஹஜ்ரதி ரலியல்லாஹு அன்ஹு உபி சைதுனா உமாரத் இப்னு ஹஸ்ம் ஹஜ்ரதி ரலியல்லாஹு அன்ஹு உபி சைதுனா சுராகத் இப்னு கஅபில் ஹஜ்ரதி ரலியல்லாஹு அன்ஹு உபி சைதுனா ஹாரித் இப்னு உமார் அல்அவ்சி ரலியல்லாஹு அன்ஹு உபி சைதுனா சுலைம் இப்னு கைஸ் ஹஜ்ரதி ரலியல்லாஹு அன்ஹு உபி சைதுனா சுஹைல் இப்னு ராஃபி ஹஜ்ரதி ரலியல்லாஹு அன்ஹு உபி சைதுனா அதி இப்னு அபி ஸஃபா ஹஜ்ரதி ரலியல்லாஹு அன்ஹு عليهم مهمات الأمور من العالي محبات نظر الرفق دوما يجمع صلاة وتسليم وأذكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات اللهم إنا نسألك بسيدنا مسعود بن أوس الخضر رضي الله عنه وبسيدنا أبي خزيمة بن أوس الخضر رضي الله عنه وبسيدنا رافع بن الحازر الخضر رضي الله عنه وبسيدنا معاذ بن الحازر الشهيد الخضر رضي الله عنه وبسيدنا عوف بن الحارث الخضر رضي الله عنه وبسيدنا معاذ بن الحارث الخضر رضي الله عنه وبسيدنا نعمان بن عمرو الخضر رضي الله عنه وبسيدنا عامر بن مخلد الخضر رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله بن قيس بن خلدة الخضر رضي الله عنه وبسيدنا سليم بن قيس الخضر رضي الله عنه وبسيدنا حسيمة بن الأشجعي الخضر رضي الله عنه وبي سيدنا وديعة بن عمرو الخضر رضي الله عنه وبي سيدنا عسيمة بن الحسين الخضر رضي الله عنه وبي سيدنا ثابت بن عمرو الخضر رضي الله عنه وبي سيدنا أبي الحمراء مر الحارث الخضر رضي الله عنه وبي سيدنا ثعلبة بن عمرو الخضر رضي الله عنه وبي سيدنا سهل بن عتيق الخضر رضي الله عنه وبي سيدنا حارث بن السمت الخضر رضي الله عنه وبي سيدنا أبي بن كعب الخضر رضي الله عنه وبي سيدنا أنس بن معاذ الخضر رضي الله عنه وبي سيدنا أوس بن ثابت الخضر رضي الله عنه وبي سيدنا أبي شيخ بن أبي الخضر رضي الله عنه وبي سيدنا أبي طلحة بن السهلي حضرتي رضي الله عنه وبي سيدنا حارث بن سراقة الشهيد الخضر رضي الله عنه وبي سيدنا عمرو بن ثعلبة الخضر رضي الله عنه وبي سيدنا سليط بن قيس الخضر رضي الله عنه وبي سيدنا ثابت بن ثابت بن خنسة الخضر رضي الله عنه وبي سيدنا عامر بن أمية الخضر رضي الله عنه وبي سيدنا محرد بن عامر الخضر رضي الله عنه وبي سيدنا سماد بن غزية الخضر رضي الله عنه وبي سيدنا قيس بن سكن الخضر رضي الله عنه وبي سيدنا أبي الأعور بن الحارث الخضر رضي الله عنه وبي سيدنا سليم بن ملحان الخضر رضي الله عنه وبي سيدنا حرام بن ملحان الخضر رضي الله عنه وبي سيدنا عبد الله بن عمير الخضر رضي الله عنه وبي سيدنا قيس بن أبي سعسعة الخضر رضي الله عنه وبي سيدنا عبد الله بن كعب بن عصيمة الخضر رضي الله عنه وبي سيدنا عمير بن عامر الخضر رضي الله عنه وبي سيدنا سراقة بن عمرو الخضر رضي الله عنه وبي سيدنا قيس بن مخلد الخضر رضي الله عنه وبي سيدنا نعمان بن عبد عمرو الخضر رضي الله عنه وبي سيدنا الضحاك بن عمد عمرو الخضري رضي الله عنه وبي سيدنا سليم بن حازم الخضري رضي الله عنه وبي سيدنا جابر بن خالد الخضري رضي الله عنه وبي سيدنا سعد بن سهيل الخضري رضي الله عنه وبي سيدنا كعب بن زيد الخضري رضي الله عنه وبي سيدنا بجير بن ابي بجير الخضري رضي الله عنه وبي سيدنا ثابت بن خالد الخضري رضي الله عنه وبي سيدنا حمزه بن الحميد الخضري رضي الله عنه وبي سيدنا خلاد بن رافع الخضري رضي الله عنه وبي سيدنا خلاد بن قيس الخضري رضي الله عنه وبي سيدنا خليد بن قيس الخضري رضي الله عنه سيدنا خبيب بن عدي الخضر رضي الله عنه وسيدنا رافع بن مالك الخضر رضي الله عنه وسيدنا رفاعة بن الحارث الخضر رضي الله عنه وسيدنا راشد بن معل الخضر رضي الله عنه وسيدنا زياد بن عمرو الخضر رضي الله عنه عليهم سلام والهدايا وبهداته بلا أم ما دام الشمس تدري وتطلع اللهم إنا نسألك بسيدنا أبي شيخ بن ثابت الخضر رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبيب بن زيد الخضر رضي الله عنه وبسيدنا أبي قيس المعل الخضر رضي الله عنه وبسيدنا أبي خالد بن قيس الخضر رضي الله عنه وبسيدنا أبي خالد بن قيس الخضر رضي الله عنه وبسيدنا مالك بن ربيعة الخضر رضي الله عنه وبسيدنا مالك بن رفاعة الخضر رضي الله عنه وبسيدنا مالك بن مسعود الخضر رضي الله عنه وبسيدنا مسعود بن زيد الخضر رضي الله عنه وبسيدنا مليل بن ببرة الخضر رضي الله عنه وبسيدنا زيد بن المعل الخضر رضي الله عنه وبسيدنا زيد بن خالد الخضر رضي الله عنه وبسيدنا صيفي بن سماد الخضر رضي الله عنه وبسيدنا عوف بن الحارث الشهيد الخضري رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله بن قيس بن صيفي الخضري رضي الله عنه وبسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين آمين. أن تجعلنا في حماك الذي لا يرام وجوارك